انا حنان الحجاري من هاني من قلب عرسال، بعمل جولات، في عندي شغل بقلب العياده، في عندي شغل بطلع جولات على الميدان. اوقات بنلاحظ على الوالد انه عم بشتغل مع اطباء، منظمه اطباء بلا حدود، الي تقريبا سنه وشاه. كرمال بدنا كانت كنا نعمل جولة كرمال الأعمى، لأنه بالمخيمة في كثير أعمى، بدنا بلكي بنقدر نحد. خليك يمي عندي 4 أيام بشتغل برات العيادة، منشوف احوال النسحين شو عاوزين شو عندهم مشاكل. هلا نحن بنهتم اكثر شيء بالناحيه الصحيه اكيد. What we are seeing is that there is an ongoing increase in newcomers, and for this reason also we have observed an increase in tensions among the Syrian refugees themselves, but also between the Lebanese hosting community and the Syrian refugees. في عنا مخيم هلا شفناه على الطريق 82 خاين، في عنا مخيم 45 خاين كلهم كبار. لانه انا من عرسال فعملائي كثير سهوله بالشغل اكثر ما اكون من برات عرسال. اول شيء بالنسبه للمناطق، لاني انا بعرف المناطق فما بلاقي صعوبه اذا حدا دالني انه انا بيتي بالمنطقه الفلانيه بقلب عرسال. Some of those tent settlements are prone to floods. It's a windy, it's rain, so people are not equipped to face those conditions. أكيد أنا حامل الياق، حتى لو ما كنت حامل بس أكيد لأني حامل بحس زيادة فيهم. يعني مثل اليوم المرة وقت اللي عم تخبرنا إنه البيبي مات، فهي شغلة كتير صعبة أكيد، وبحط حالي محلها إنه إذا أنا ابني مات وممكن أنا معرضة، ممكن ما أقدر أوصل على المستشفى، ممكن موت أنا والبيبي، أكيد بحط حالي محلها وشغلة كتير صعبة، وأنا بقدر بقدر واضحة هي كيف كان.